يوم الثلاثاء من الأسبوع السابع من الصوم الكبير الكاثوليكون. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركاته على جميعنا. ولكن يا أحبائي، ينبغي أن لا يخفى عليكم أمر، وهو أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. ولا يتباطأ الرب عن الوعد كما يظن قوم أنه سيتباطأ، لكنه يتأنى عليكم، وهو لا يريد أن يهلك أحد، بل يريد أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي يوم الرب كسارق، هذا الذي فيه تزول السماوات بضجيج، والعناصر تحترق وتنحل، وتحترق الأرض والأعمال التي فيها. فبما أن هذه كلها ستنحل، يجب عليكم إذن أن تسيروا في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين بسرعة يوم ظهور الرب، هذا الذي من قبله تحترق السماوات لتنتهي، والعناصر تحترق وتنحل، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك يا أحبائي، إذ نحن منتظرون هذه، أسرعوا أن توجدوا بلا عيب ولا دنس قدامه في سلام، واحسبوا أنات ربنا خلاصا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله أنه يثبت إلى الأبد. أمين.